بسم الله الرحمن الرحيم. هام وعاجل عن الباحث الشيخ أحمد عبد الكريم الجهري. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، حقيقة قبل أن أبدأ، بعض الناس يعترضون على أن نسمي الشيخ أحمد الجهري بالشيخ، يقولون لا تقل الشيخ أحمد الجهري فهو لا يستحق أن نقول عنه شيخ. وهذا الكلام أقول لهم، كلمة شيخ ليست مسمى ديني، وإنما كلمة شيخ في اللغة معناها رجل كبير في السن. قال الشاعر العربي الأول: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. يعني اللي يدب مش عارف يمشي بيدب من كبر سنه. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. والقرآن أيضا يقول: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. يبقى المرأة الكبيرة في السن تسمى عجوز، والرجل الكبير في السن يسمى شيخا. القرآن حتى قرر هذا، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إذن كلمة شيخ هذه معناها رجل كبير في السن. فإحنا حينما نتكلم عن الناس نتكلم عن الناس بأدب واحترام، نرد على محتواهم ومقصدهم ومبتغاهم من أفكارهم، ولا شأن لنا بشخوصهم. أما إن كان نقد المحتوى يتطرق أو مبني على الشخصية فنشير إليه أيضا. نرجع إلى موضوعنا، وهو الحلقة الأخيرة للشيخ أحمد الجهري. الشيخ أحمد تكلم في الحلقة الأخيرة وكأن شيئا لم يحدث، وكأن شيئا لم يحدث، وكأنه لم يقل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فشل ولم ينجح، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه لم يتهم الخلفاء الراشدين باغتصاب الخلافة من سيدنا علي بن أبي طالب، وهو من الخلفاء الراشدين أيضا رضي الله عنه وأرضاه. تكلم بكل أريحية وكأنه لم يقل يحكمنا أو تحكمنا العباءة والبشت والظلم والجهل منذ أن حكمنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى يوم الناس هذا. الشيخ أحمد في الحلقة الأخيرة لم يعتذر، الرجل لم يعتذر لمقام رسول الله وجناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما قاله عنه، ولم يقم حتى بإزالة اللبس أو دفع الشبهة عن نفسه، يعني كأن ما فيش أي شيء حصل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يدفع عن نفسه الشبهة، وكان أيضا النبي يدفع سوء الظن عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ويضيق كل طريق يمكن أن ينفذ منه الشيطان إلى نفوس الناس. دائما هكذا كان النبي يضيق على الشيطان مجاريه. طيب تعالوا ناخد مثال واحد من الأمثلة والمواقف التي دفع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشبهة وسوء الظن عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. مثال الشيخ أحمد يتكلم في الحلقة اللي بعدها وكأنه لم يقل شيء، وكأنه لم يحدث شيء، بكل تكبر، ولا يشير ولا يدفع التهمة عن نفسه، ولذلك ظن الناس بك صادقا.
انك انت ليك منحة معين في هذا الامر، لا تلوم على الناس، لا تلوم على الناس ظنهم بك هذا الظن، لانك لم تدفع الشبهة عن نفسك. يعني انت موافق ان هو ده منحاك الفكري واتجاهك العقائدي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي رواه البخاري، جاءت السيدة صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة صفية بنت حيي بن أخطب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت تزوره وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت بعد أن جلست معه وتحدثت معه، قامت فقام معها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ قريبا من باب المسجد صلى الله عليه وسلم. وهم واقفين قريب من باب المسجد كده، مر عليهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، فرد عليهما رسول الله السلام، ثم بعد مشوا يعني لسه هيبعدوا شوية كده، فأدركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي زوجتي. شوف عشان مش فكروا انها واحدة تانية، لان الوقت كان الليل دخل كده وغلس من الليل، في الظلام بدأ يدخل، فهم مش عارفين مين دي، فممكن يظنوا حد تاني واقف مع الرسول. فأدركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي زوجتي. فقال سبحان الله، وقال وهل قلنا من شيء يا رسول الله، غفر الله لك. وكبر عليهما ذلك، يعني الناس ما تكلموش بشيء، طب ليه رسول الله بتقول كده؟ فقال إني علمت أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، فأردت أن أضيق عليه مجارية. خد بالك، شوف النبي عارف إنه ما ممكن بعد ما يروحوا البيت، الله هي مين اللي كانت مع الرسول دي؟ ده احتمال تكون فلانة، لا ممكن فلانة، والشيطان يبدأ يتلاعب بهم، لأن الشيطان بيجري من الإنسان مجرى الدم فيقذف في قلوبهما ظنا سيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب أن يضيق عليه مجارية، فقال على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي زوجتي. الرجلان قال سبحان الله، غفر الله لك يا رسول الله، وهل قلنا من شيء؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، إني علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأردت أن أضيق عليه مجارية. الحديث ده في البخاري، رقم الحديث كان في البخاري 3101، للي عايز يرجع لهذا الحديث ويعني يتمعن فيه براحته، رقم الحديث في البخاري 3101، والحديث في البخاري وعند ابن حبان أيضا، وحديث صحيح. فهل رأيتم كيف دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشبهة وسوء الظن عن نفسه وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثانيا، هذا الشيخ أحمد الجهري لسعته نحلة الاستحضار كما لسعت غيره ممن تحدثوا عن المهدي في أول أمرهم ثم انتهى بهم المطاف، أن لسعتهم نحلة الاستحضار أيضا، فاستحضروا الحالة وتقمصوا شخصية المهدي وادعوا المهدوية في نهاية المطاف. وهذا الشيخ أيضا بدأ باحثا فيما يسمى بالنقش العجيب الذي في إحدى جهتيه صورة الدجال، ثم لسعته نحلة الاستحضار أيضا، فاستحضر الحالة وتقمص شخصية المحارب الوحيد للدجال، وأن الدجال يريد قتله هو فقط من دون العالمين. وظن الشيخ أحمد الجهري في نفسه أنه مبعوث العناية الإلهية للتصدي للدجال السامري وإبليس معا. إذن فهذا الرجل بدأ باحثا إلى أن لسعته نحلة الاستحضار. أنا عن نفسي بسمي كده كل اللي يبدأ في الكلام عن المهدي وبعدين يدعي المهدوية، كل اللي يتكلم عن مشهد معين من مشاهد آخر الزمن ثم يدخل نفسه فيه كشخصية من داخل الأحداث، ده لسعته نحلة الاستحضار.
يعني دخل جوه الحكاية اللي بيحكيها، دخل جوه الموقف اللي هو بيحكيه، فلسعته نحلة الاستحضار. يبقى إذن الشيخ الجهري أيضا بدأ باحثا ثم لسعته نحلة الاستحضار، فظن أنه المحارب الوحيد للدجال، وأنه الوحيد الذي يمتلك أسرار آخر الزمان، ومن خلال هذا يمرر أفكارا ومعتقدات يجنح إليها ويعتقد فيها. وهنا ملحوظة يستطيع العاقل أن يلاحظها بسهولة، يعني الشاب المعمر اللي هو السامري والدجال كان عايش أيام الأنبياء وأيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيام الصحابة، ومحدش خد باله منه خالص، وكان عايش من 1400 سنة إلى الآن، وكل 100 سنة تأتي بطبقات من العلماء في كل الفنون وفي المناحي كلها، وما فيش حد خد باله منه خالص، يعني وعايش طليق بيؤثر كما تقول أنت وكما تزعم من أيام سيدنا نوح، بل من أيام آدم عليه السلام، وحر طليق بيفعل ده كله وما فيش حد خد باله منه خالص ولا اتكلم عنه من العلماء، وانت الوحيد يا شيخ أحمد اللي النهاردة خدت بالك انه موجود منذ هذا الزمن ومنطلق في العالم بيفعل ما يشاء ويبني الحضارات والقوة المادية والعلمية وهذه الأشياء والمختبرات وكل ده، وإنه سايب العالم كله يا شيخ أحمد بما فيه من علماء وصالحين وعايز يغتالك أنت، بس أنت الوحيد اللي هو عايز يغتالك لأنك الوحيد اللي تمتلك أسرار آخر الزمان. لا يا شيخ أحمد، هذا الكلام لا ينطلي على العقلاء أبداً. الأمة لسه فيها ناس واعية وناس صحية، الأمة مش يعني في البعض غافل، لكن ما زالت للأمة أعين ترى وتبصر وتنتقد الفكر المعوج الذي يريد أن يسبح بها في غياهب وظلمات آخر الزمان ويجنح بها إلى معتقدات وأفكار تسممها تسميما. ثالثا، أمثال هؤلاء الناس يعطلون الأمة عن النهوض والأخذ بالأسباب. وهذا الرجل ليس أول من أتى بمثل هذا ولن يكون الأخير، هو هياخد دوره ويعدي وينساه الناس وخلص الأمر. قد يقول قائل يعني طيب الأمة كده كده ضيعة، يعني هي جت على الشيخ أحمد هو اللي هيضيع الأمة، ما تسيبه خلاص، ما هي كده كده الأمة ضيعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم. النبي بيرد على دعاة الإحباط، دعاة الإحباط وفاقد الأمل من هذه النوعية، يقول لهم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما خطورة هذا الرجل وأمثاله، الشيخ أحمد وأمثاله، ما خطورته؟ هذا الرجل وأمثاله يعطلون الأمة عن الأخذ بالأسباب ويجعلونها تعتمد على الأوهام بدلا من اعتمادها على الحقائق والعلم والبحث العلمي الصحيح، لا، يجعلونها تعتمد على الإيه؟ على الأوهام. وبهذا يصلون بتلك الأمة إلى اليأس وفقدان الأمل في الإصلاح. يوصل الأمة النوعية دي لما بتكسر في الأمة بتوصل الأمة لليأس وفقدان الأمل في الإصلاح. وإذا رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدناه يقول إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، صدق رسول الله. الحديث في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وعند الألباني في السلسلة الصحيحة. فسيلة يعني إيه؟ يعني نخلة صغيرة، نبتة صغيرة من النخل، يعني كأن النبي بيقول إذا السماء على من تحتها وقعت وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها وفي يدك نخلة فازرعها في آخر لحظة في الدنيا والدنيا بتتهدم وتنتهي، ازرعها. يعني النبي عايز يقول لك لا تفقد الأمل حتى آخر لحظة في عمر هذه الدنيا. شوف النبي بيعطي لك الأمل لإيه
ودول الشيخ أحمد وأمثاله بيفقدوك الأمل عن آخره وعن بكرة أبيه، وخلاص ما تعملش أي شيء ولا بحث علمي ولا تعتمد على أي شيء ولا أي مجهود، وخليك ماشي ورا الرقية بتاعته هي اللي تحميك وتعصمك من الدجال. ليته قال رقية رسول الله أو دعاء لرسول الله، لا، بل هو أتى من عند نفسه برقية خاصة بالدجال، هو الذي اخترعها خاصة بالدجال. إذا انشقت الأرض فانجابت بمن فيها والسماء على من تحتها وقعت، وفي إيدك نخلة ازرعها. هتقول طب ده هتطلع إزاي ده القيامة قامت؟ ازرعها. النبي عايز يقول لك لا تفقد الأمل حتى آخر لحظة، خذ بالأسباب حتى آخر لحظة في عمر هذه الدنيا. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم لا يفتنونكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.